ويرى الصحة. اشتقت للقرطاس والأقلام وإلى صرير كتابة الأحلام، اشتقت للفجر الجميل لأنه تمضي به نحو العلا أقدامي، تمضي به نحو العلا أقدامي. العلم نور والظلام تأخر، فمن الذي سينيرني إظلامي؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي متابعي قناة بوشمان تعليمية، مرحبا بكم في هذا البرنامج الأساليب المعتمدة. إني أطالب عطفكم وحنانكم، جودوا يجود الله بالإنعام، جودوا يجود الله بالإنعام. أنا طالب وبطالب أمضي، فمن منكم يوائمني على الأيام؟ فسنرى الأساليب التي اعتمدها الكاتب في بناء النص وعرضي مضمونه، ونحن خلال هذا البرنامج سنتحدث باستفاضة عن السؤال السادس من الأسئلة السبعة. فاسلك طريق المصطفى متمثلا بكفالتي يا صاحب الإسلام، بالعلم سوف أعود أبني بلدتي، شارك أخاك الأجر في إتمامي. أمسك يدي كي تستقيم دراستي، وأعود خريجا لأرض الشام، وأعود خريجا لأرض الشام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.